شوية. فاروق يا فاروق يا رؤى، تحياتي ليك، تحياتي ليك جميل محمد الصبر، وتحياتي للكابتن احمد فوزي. حبيبي يا رؤى، كابتن احمد وحشني، ربنا يخليك يا كابتن، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه تأثيرات النادي الاهلي في كل مكان. ادينا يا فاروق، حطنا في مكانك في المؤتمر الصحفي لريني فايلر. ابتدى المؤتمر، كان النهارده المؤتمرين، المؤتمر الخاص بفريق النادي الاهلي مستر ريني فايلر، وايضا المؤتمر الخاص بفريق نمير دي صن داونز المدير الفني موسيماني. خلينا نتكلم مع مستر فايلر في البدايه، اللي تحدث عن اهميه المباراه واهميه اللقاء. طبعا هو عارف اهميه بطوله افريقيا بالنسبه للاعبين وبالنسبه للجماهير وبالنسبه له هو شخصيا. ايضا اتكلم على حاله الجاهزيه اللي عليها اللاعبين، يعني هو سال على يعني كل اللعيبه عندي جاهزه لهذا اللقاء، احنا مجهزين اللاعبين لهذا اللقاء. بعض الصحفيين سال مستر فايلر عن مباراه الموسم الماضي وهزيمه النادي الاهلي، قال انا دايما ما بحبش اتكلم في الماضي، انا دايما بركز في المباراه اللي عندي. مباراه الموسم الماضي دي مباراه ذكريات انتهت، لكن انا عندي مباراه مهمه، وشايف ان عندنا 180 دقيقه البدايه من هنا من استاد القاهره، بوجود الجماهير في وجود الحاله الفنيه اللي عليها لعيبه النادي الاهلي، اعتقد هي ان شاء الله يبقى امر كويس جدا ان احنا نحقق نتيجه كويسه، لكن اكيد المباراه مرتبطه ب 180 دقيقه مش ب 90 دقيقه فقط. احد الصحفيين ايضا سال مستر ريني فايلر على الحاله الطبيه لرمضان صبحي، ان هو يكون موجود في مباراه صن داونز الاولى. تحدث مستر فايلر على ان رمضان مش هيبقى موجود معانا في المباراه الاولى. يعني برضه السؤال امتد، هل هيكون موجود في المباراه الثانيه ولا لا؟ مستر فايلر قال انا بتكلم على المباراه الاولى، المباراه الاولى رمضان مش موجود معانا في المباراه، لكن المباراه الثانيه بعد المباراه نبقى نشوف هيكون معانا او لا. برجع ضمن الامور اللي سال فيها مستر فايلر، اللي هو كان حابب ايضا ان يكون الكلام داخل نطاق المباراه. صحيح. سال عن بعض ناحيه الزملاء الصحفيين على الاخبار اللي اتقالت عن وجود قاعده او اخبار انتشرت على الاعلام ان في قاعده ما بين مستر ريني فايلر وصالح جمعه. تمام. مستر فايلر قال الكلام ده غير صحيح بالمره، وانا قلتها مره وبقولها تاني وهقفل الموضوع، انا بالنسبه لي صالح جمعه مش معايا، وكل الكلام اللي بيتردد على وسائل الاعلام ده كلام غير صحيح. طب فاروق، ممكن انا بعتقد انه ريني فايلر بعقليته الاحترافيه الكبيره بيضغط، وكابتن احمد فوزي هيكون معايا، بيضغط عليه عشان صالح جمعه يرجع لنا احسن من الاول. ايه رايك؟ يعني ده قريته من خلال كلامه؟ انا اعتقد ان هو مستر، يعني انا مش هختلف على الراي بتاعك زميلك محمد، لكن اعتقد ان مستر ريني فايلر هو يعني كل تركيزه منصب على المباراه. تمام. مش عايز يخرج اللاعبين او يشغل اللاعبين او الجمهور. صح، هو حاد في بعض الامور، هو بيحب يتكلم في المباراه يعني المباراه، وبعض الصحفيين بيخرجوه صحيح، لكن هو بيبقى حاد عشان كده يعني. كمل لي بقى اهم الاسئله اللي قيلت. بالظبط، فمستر ريني فايلر اتحدث عن اهميه اللقاء واستعدادنا لهذه المباراه، وان كل اللاعبين كل الجهاز الفني بيشتغل على هذا اللقاء. فريق صن داونز واحد من الفرق القويه، لكن انا النادي الاهلي، فريق صن داونز بيقدم كوره كويسه وبيقدم كوره سريعه وعندهم فريق ومهارات عاليه جدا، ولكن احنا برضه النادي الاهلي وعندنا اللعيبه وعندنا اي 11 لاعب هيكون موجود في ارض الملعب ان شاء الله هيكون قادر على تحقيق الانتصار. كلنا كجماهير اتكلم ايضا على وجود الجمهور، وجود الجمهور ده عامل مهم جدا، جمهور النادي الاهلي. ثم عقد المؤتمر الصحفي الخاص بمستر فايلر. يعني انا معاك زميلي محمد، لو هتوجه اي سؤال بخصوص مستر فايلر بخصوص المؤتمر الصحفي قبل ما ننتقل لمؤتمر موسيماني. طيب، عايز اسال حاجه في فايلر، يعني اهم ما قيل في المؤتمر الصحفي؟ لا، وانا مش انا بس مش يعني شايف انه السؤال اللي اتساله على صالح هو أصلا السؤال اللي اتسال على صالح مش في موقعه ومش صحيح في مكانه تماما في ومش وقته. صح، وهو قال كده حتى فاروق. صح، يعني اصلا اللي سال السؤال ده يعني بيخرجنا عن الموضوع. صح. طيب، نروح لموسيماني، وعايز اقول ان موسيماني برضو للساده المشاهدين، ان موسيماني بيتوهنا كتير، ده كان موجود في المؤتمر لانه اصابات وبياخدنا في ملعب تاني بعيدا عن التركيز، لاحظت ده في المؤتمر ولا ما لاحظتش يا فاروق؟ يعني خليني اقول لك زميلي محمد ان مستر موسيماني واحد من ابرع المدربين والمديرين الفنيين اللي بيجيد لعب المباراه قبل ما تبدا.
وبيميل يعني هو بارع جدا في موضوع التنويم المغناطيسي وان هو يسجن المعادين او يسجن الاعلام المصري او السوشيال ميديا المصريه عن عن الحدث الرئيسي للمباراه. صحيح. يعني الكلام يعني واحد عالم كل بواطن الامور بالنادي الاهلي في مصر. يعني قال يعني انا اقول مجموعه التصريحات اللي قالها مستر موسيماني. يا ريت. قال لك انا بواجه النادي الاهلي في الوقت الغلط. النادي الاهلي بيعمل ريكورد ما بيعملوش برشلونه وريال مدريد. النادي الاهلي كسبان 16 مباراه احرز 43 هدف سكن شباك وثلاث اهداف. النادي الاهلي مكتمل الصفوف. مستر موسيماني حافظ كل لعيبه النادي الاهلي، قال لك النادي الاهلي يعني معلول في السلية وفي اليجانج في جوني راجاي في مروان في شحات في قفشه. لا واضح ان هو متفرج على النادي الاهلي كويس، عارف كل التفاصيل على النادي الاهلي. قال سأل من احد الزملاء الصحفيين عن اللقاء وقوته واهميته ومدى درجات قوه اللقاء. قال لك مين يتخيل انه يجي لاعب النادي الاهلي في استاد القاهره ويحلم انه يفوز على النادي الاهلي. فالنادي الاهلي لا بالنسبه لنا انا شايف تنويم تنويم يعني وقت هو اعلى فريق بيقدم كوره. النادي الاهلي هو المرشح الاول للقب. النادي الاهلي هو بطل افريقيا وبطل القرن الافريقي. انا مش محتاج ازود على اللاعبين ضغط زياده على ضغط ان انا هلعب قدام جمهور النادي الاهلي في استاد القاهره اللي ما فيش نادي او فريق في افريقيا يحلم ان هو يجي يلعب النادي الاهلي ويحقق الفوز. ايوه شايف ان ده امر صعب. تم التطرق لمباراه الموسم السيزون الماضي. قال دي نتيجه بتحصل مره واحده في العمر وصعب جدا تتكرر. انا شايف ان النادي الاهلي هو الافضل. انا شايف ان النادي الاهلي هو المرشح الاول للتاهل. يعني مستر موسيماني زي ما قلت لك جميل محمد يجيب اللعب قبل ما المباراه تبدا. ايضا كابتن الفريق كيكانا اللي كان موجود قال في بدايه كلامه قال انا بالنسبه لي من وانا صغير انا فتحت عيوني ان انا بشجع النادي الاهلي. نعم النادي الاهلي وعارف ان النادي الاهلي ده داخل على نفس الخط يا فاروق. وكان حلم من الاحلام ان انا العب في النادي الاهلي. فاحنا اسمه ايه اللاعب؟ كيكانا جزء من نجاحنا الموسم الماضي كان في احترامنا الاسم وقيمه النادي الاهلي. اللي شايف ان الفريق دلوقتي بيلعب كوره كويسه جدا، معاه مدير فني جديد، عنده عناصر جيده، عنده ثبات في عناصر من الموسم الماضي. كل الامور بتقول ان المباراه صعبه جدا علينا، كل الامور بتقول ان احنا نتيجه الموسم الماضي دي نتيجه زي ما قال مستر موسيماني اللي هي مباراه بتحصل مره واحده في العمر، صعب جدا تتكرر. انا شايف ان ال 90 دقيقه الموجودين اللي هيبقوا هنا في استاد القاهره هيبقوا صعبين جدا، وال 90 دقيقه اللي موجودين اللي هيبقوا في بريتوريا في جنوب افريقيا هيبقوا اصعب. لكن لازم نحترم النادي الاهلي وان احنا نكون عارفين ان احنا بنواجه اقوى واشطر فريق في افريقيا. طيب في حاجه ثانيه عايز اضيفها قبل ما اسالك على الاهلي وانبي؟ لا انا معاك. طيب اهلي وانبي حضرت انت المباراه النهارده في الناشئين مواليد 2004. النهارده زميلي محمد كان النهارده في مباراه في الدوري الجمهوريه للناشئين مواليد 2004. فريق النادي الاهلي بقياده الكابتن ياسر ريان دخل اللقاء، يعني قبل اللقاء كان رصيده من النقاط 38 نقطه. فريق انبي كان رصيده 39 نقطه في المركز الثاني. يعني لو استعرضنا بس موقف الاربع فرق المراكز الاولى قبل اللقاء، الاهلي 38، انبي 36، الزمالك 32، المقاولين العرب 31. قدر النادي الاهلي يفوز على فريق انبي بهدفين، احرز الهدفين اللاعب ميدو اسامه اللي كان احرز الهدف الاول في مباراه الزمالك، ثم الهدف الثاني في من ركله جزاء احرزه اللاعب رأفت خليل في الثواني الوفاية الاخيره من عمر اللقاء. ادار المباراه الكابتن طارق مجدي واحد من الحكام المميزين، وكان يعاونوا سيد نافع واحمد عبد الغني فقط حكام دوري ممتاز كان موجود النهارده. فعقب اللقاء النادي الاهلي ارتفع رصيده للنقطه رقم 41، فريق انبي كان يتوقف رصيده عند النقطه 36. من الامور المهمه جدا يا زميلي محمد ان لقاء الدور الاول على ملعب انبي كان انتهى بفوز النادي الاهلي على انبي. اشكرك.